FM. الكلمة ليك. نبدأ الدرجة معك منظر ثابت اليوم مع وزير الاستثمار ياسين إبراهيم والتعاون الدولي اللي كانت تحب تسمية كاملة. قال أنه النجم يقولوا أنه الاستثمار وإلى الاقتصاد من متاع تونس وما يزال يعاني من مخلفات النظام السابق. أنا مع كل احتراماتي للسيد الوزير أما راني ما فهمتش أنا العبد الفقير راني ما فهمتش تصريح كما هذا شو معناتها. يقول أنه الاقتصاد التونسي ما زال يعاني إلى غاية اليوم من مخلفات النظام السابق. يعني حالة الفلاس موروثة على النظام السابق إذا فهمت أنا، وحالة يعني التداين وارتفاع مستوى المديونية الخارجية خاصة حسب السيد ياسين إبراهيم، انهيار الطبقة الوسطى، اتساع رقعة الفقر، كذلك ارتفاع نسبة التضخم، نسبة البطالة. هذا ما يقرأ وما يفهم من كلام السيد ياسين إبراهيم. أنا كنت ننتظر أشياء أكثر دقة وأكثر وضوح من رجل المتخرج من أكبر المدارس، وكنا ننتظر أنه مش يقدم الإضافة. بكل صراحة الكلام هذا ينسجم كذلك مع أقوال أخرى في علاقة بالإرهاب، فما شكون قال الإرهاب هو نتاج نظام بن علي. إذا فهمنا أنه الإرهاب موجود في نيجيريا، موجود في فرنسا، ضرب في بلجيكيا وضرب كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، يكون بن علي كان رئيس العالم. نحن ما فقناش، يمكن كنا في حالة غيبوبة، كان يترأس العالم بن علي وتسبب في المآسي والعمليات هذه كل. أنا مش أذكر ياسين إبراهيم بمسألة أنه كل الخبراء منذ أيام بورقيبة كانوا يحكيوا على الهشاشة الهيكلية للاقتصاد التونسي. إيش معناتها الهشاشة الهيكلية للاقتصاد التونسي؟ يعني أنه اقتصاد متنوع، اقتصاد لا يعتمد على الريع البترولي، ما عندناش طاقات، وأنه اقتصاد يخضع لتقلبات الأوضاع الاقتصادية الدولية. بالتالي الاختزال المشكل في نظام بن علي أعتقد أنه قراءة شعبوية، قراءة شعبوية بسيطة وسهلة ياسر. بن علي خلف الريزيرف استراتيجيك 6 مليارات أو 6000 مليار بالأحرى، 6000 مليار خلاهم وقت اللي خرج وقت اللي غادر ومشى للسعودية، وكذلك خلى طبقة وسطى، طبقة وسطى يعني مزدهرة، خلى كذلك صحيح نسبة بطالة نسبيا مرتفعة 14%، وهذه السبب متاعها، وخلق زادة وخلى زادة اختلال تنموي، اختلال تنموي يعني موجود في كل بلدان العالم. الاختلال التنموي معاذ، هذه الشماعة اللي نلقاوها خطاب عند الناس الكل، أنه اختلال التنمية بين الجهات، وكان المفروض أنه يتم بالفعل بعد 14 جانفي توجيه مخطط لتنمية هذه المناطق. مسألة أخرى يجب أن أكد عليها، أنه بالنسبة للتوازنات المالية الأساسية للبلاد ما خلاش مديونية بن علي مديونية هامشية، كان المفروض أنه نبني على تلك المكتسبات. لأنه يعني مش بن علي، هي كوادر الدولة، كوادر الدولة التونسية هم من أنجزوا يعني تلك الإنجازات ومن حققوا تلك المكاسب. اليوم كيف نقيم نلقى فيه ثغرات، أنه حتى في الدراسة للبطالة، الدراسة الهيكلية للبطالة في تونس 2005 البنك العالمي تقول أنه فيه مشكل في مستوى منظومة التعليم. التعليم هو اللي قاعد يخرج في يد عاملة وفي كوادر غير قابلة للرسكلة والاستيعاب من سوق الشغل. يعني كان المفروض أنه الكلام يكون أكثر دقة، وأنه التقييم يكون كذلك أكثر علمية. كلام ياسين إبراهيم وكان يوجه الاتهام لزملائه، عارفوا الحبيب الصيد جزء من نظام بن علي، رئيس الجمهورية الحبيب السيد الباجي قايد سبزي كذلك يوجه في اتهام العفيف شلبي، ماذا بينا نسمعوهم نحن؟ on aurait bien aimé voir une confrontation de lecture، مقارنة وتقييم رضا بن مصباح. يعني باش نحكي انا على هذايا الموجودين الان، نوري جويني، نوري جويني، رضا شلغوم اللي في رئاسة الجمهورية، اذا يعتبر انه هذو ما همش كفاءات شي يعمل معهم في نفس التشكيلة الحكومية، ماذا قدم اليوم تونس قاب قوسين من الافلاس؟ اليوم نبحث على ضمان القروض، قرض رقاعي ب 500 مليون دولار يعني بضمان امريكي. اليوم تونس دولة تتسول بلدان الخليج لسداد الأجور. اليوم عندنا ضغط حتى من جيراننا،
لضمان سداد الأجور وصندوق النقد الدولي. الآن طارح جملة من الإصلاحات الهيكلية في علاقة بالدعم. شنو الإجابات؟ كيف سيحرك ويحفز الاستثمار؟ اليوم راهو عندنا أشياء غريبة. اليوم جلب الاستثمار الخارجي يجب نقدم أكبر تنازلات ممكنة مقارنة بالمغرب. يقدم لنا برنامج، أنا قبيلة سمعتك معاذ على مسألة البرامج والأحزاب، يعني نسمعوا في كلام نتاع أدب وإلا شعر، ما عنده حتى علاقة بالبرنامج السياسي أو الاقتصاد السياسي في مفهومه العلمي. المناطق الداخلية، ونذكر أنا الناس منذ حين كنا نشوف في بعض المعطيات أنه نسبة الفقر موجودة في كل البلدان في القوى العظمى أكثر من 15% في أمريكا، يعني بعض المصادر ومراكز البحث تحكي على 20%، 15% بصفة رسمية، 13.6 تقريبا في فرنسا. يعني هذه المنطق الشعبوي متاع وجود الفقر ووجود اختلال التوازن الجهوي راهي ظاهرة عالمية، أنه رأس المال يتمركز في المناطق الساحلية. لكن المطروح علينا اليوم في تونس أنه نحدث قلب لموازين القوى، قلب لموازين القوى مش نضحي بالمناطق الساحلية، لأنه حتى المستثمر من قاسرين يمشي لسوسة ويمشي لصفاقس ويفضل تونس. الدولة دورها أنها توفر البنية التحتية، أنها تمدد الطرق السيارة، أنها تنشئ حاضنات للمؤسسات، أنها كذلك تحرك الآلية اللي كانت موجودة قبل البي تي اس وتشجيع الشباب للانتصاب للحساب الخاص، أنه نقلص من الإجراءات الإدارية ما أمكن في علاقة ببعث المشاريع التجارية أو الصناعية أو ما شئت. هذا هو المطروح. تقدم لي شعارات وكلام فضفاض على أساس هذا موروث من نظام لنفترض أنه هذا يعني أكثر، دخلنا في السنة السادسة، ماذا قدمتم؟ ماذا فعلتم؟ هل تم إصلاح الخلل داخل المنظومة التربوية؟ هل تم إصلاح الخلل في علاقة مجلة الاستثمار؟ تعطي مرة أخرى السلطة للجهاز البيروقراطي. نحن نقول نقاوموا في الفساد بكل ما نجد، يعني تشريعات تمنح جهاز البيروقراط سلطة نجد إمكانية الفساد. هذا أمر غير مقبول. وضع المؤسسات الصغرى والوسطى، سيد ياسين إبراهيم أعطينا تقييم وضع هذه المؤسسات، هذه المؤسسات التي هي مشغلة في المقام الأول، راهو لي جينيراتور دو لامبلوا هما لي بي ام او. أعطينا بالضبط تحديد لوضع هذه المؤسسات، فسرنا علاش أكثر من 2500 مؤسسة يزون ديلوكاليزي فير الماروك. يعني كنا ننتظروا تقييم أكثر علمية وأكثر دقة، ومش شطحات نتاع شعبوية وشطحات نتاع منطق سياسوي مزايدات. نسمع في كلام منطق والله ننقذ وما أعطينا مخطط، والمخطط بالنسبة للبرنامج الحكومة القادمة إن تشكلت يعني سيكون مخطط لا شعبي، سيكون مخطط مؤلم، سيكون راهو نتدرج نحو مزيد خصخصة المؤسسات. راهو الشعب التونسي لازم يعرف مؤسسات تمت تفليسها بصفة منهجية لغاية خصخصتها. راهو عندنا مشكل في قطاع التعليم، وراهو الحد من عجز الميزانية بالنسبة لصندوق النقد الدولي والدوائر المانحة تكون مشروطة بالتنازل عن مجانية التعليم. هاي المعارك الحقيقية، رفع الدعم وتقليص المديونية من خلال إلغاء صندوق التعويض، هذه الملفات الكبرى المطروحة. كيف نواجه ارتفاع البطالة؟ لابد من وجود، نقول حكومة إنقاذ وطني، حكومة يقود القطاع الاقتصادي داخلها تكنوقراط من الدرجة الرفيعة متمرس على فقط لا فقط إدارة الملفات، متمرس على التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، متمرس على الواقع التونسي. مسود وجهك ولي فحام، تنجم تكون ان اكسلون تكنوقراط تيوريكمون مي ان موفي جيستيونير. وقت اللي تجي تلقى شخصيه كيما محمد النوري جويني، ولا تلقى، ونرجع لتالي انا نرجع حتى محمد الغنوشي،
وفما طاقات موجودة حتى في هذه الحكومة، لكن هذه الطاقات وجدت نفسها في تشكيلة مفتتة، في غياب استراتيجية، غياب نموذج، ان باراديغم. مش معقول حكومة تتحرك دون ترتيب أولويات ودون ترتيب أهداف ودون تنسيق بين القطاعات، تأخذ إجراء في المجال الاجتماعي يتضارب مع الاستحقاق الاقتصادي. المفروض أنه يكون مهندس السياسات الاقتصادية السيد ياسين إبراهيم باعتباره وزير التنمية والتعاون الدولي. هذا الكل ما لقيناهش، هذا الكل ما لقيناهش. لقينا لغط على بنوك ومخطط تنمية ويزم نعطيه منتها ان فان دو كونت ان مارشي البنك لازار وسيبا ولا ليرو تشيلس شنو هذا شنو هذا. لكن باش نحكيه زاد ياسين ابراهيم كان واجه مشكلة المصادقة على مشروع مجلة الاستثمار، قانون مجلة الاستثمار من مجلس نواب شعب، وبلوكاج صار خلى ياسين ابراهيم ما يخدمش. والله المشكل يتجاوز مسألة مجلة الاستثمار إلى حوار وطني، ما لا شيء الذي لم يحصل. الحوار الوطني ما حصلش على مجلة الاستثمار، وكأنه عندنا أجندة سرية، وكأنه خايفين باش نصارح الشعب التونسي حول حقيقة قطاع المحروقات مثلا، حول العقود التي أبرمت مع الشركات البترولية، ويبدو أنه قاعدين نخسر الشركات متعددة الجنسيات قاعدة تغادر في تونس. وضع قطاع الفوسفات والخسائر اللي تكبدها الاقتصاد التونسي جراء تعطيل إنتاج الفوسفات في تونس. يعني والله في البداية 2008 ونظام ديكتاتوري وشعارات يعني كانت مرفوعة وحريات وهبطت الجزيرة وهبطت قنوات ودي كوريسبوندون اي، ومن بعد 14 جانفي هل تغير الوضع في الحوض المنجمي؟ لا تزال أوضاع تململ، لا تزال قضية الإنتاجية في مجال القطاع مطروحة، قضية عصرانة آليات الإنتاج وقضية التنمية الجهوية. كنت طرحت في مرحلة معينة أنه على الأقل عائدات البترول وعائدات الفوسفات يعني في إطار كذلك مخطط وطني، عائداتها في مستوى الأرباح 20% توجه لهذه المناطق، وهذا حقها الطبيعي ومش منطقة أقل حاجة نجم. أقل الأشياء يعني تنمية كل منطقة قفصة، لكل منطقة تطاوين، لكل منطقة توزر، لكذلك الشريط الحدودي مع الجزائر أكيد. يعني هذا الكل كان ممكن، سمحني معاذ مش نأكد على النقطة هذه، كان ممكن أنه الحكومات تكون أكثر فاعلية وأكثر نجاعة، ويكون هذا موضوع كذلك إجماع وطني. نتفق أنه المناطق المحرومة هذه، سمحني مش لا باش ناكل باش نمشيو للاشهار، نمشيو للاشهار ومن بعد نرجعوا باش نكملوا الدرشه مع منظر ثابت. كابافان الكلمه ليك